رجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا، بنجدد التحيه بيكم. ودلوقتي ميعادنا مع انام الذهبيه، وزي ما احنا شايفين كده في فن وابداع على الفخار والرسم على الفخار. معنا ومعاكم منى بلال، مصممه مشغولات يدويه. اهلا وسهلا بيك يا منى. اهلا بحضرتك. قولي لي منى، انت الرسم على الفخار هو ده الشغل بتاعك ولا كان في حاجات بتسبق الرسم؟ لا، انا في حاجات، في مشغولات يدويه كتيره بتسبق الرسم على الفخار. عملتي ايه اول حاجاتك او ابتديتي ازاي؟ اول حاجات بدايتي خالص كنت في ابتدائي، بدات اللي هو الصلصال زي اي طفل، الصلصال بشكل اشكال بسيطه. بدات ان انا اتعلم الرسم من وانا عمري 12 سنه، كنت في اولى اعدادي، ومدرسه الرسم كانت مهتميه جدا بتفاصيل زي ديت وشافت فيا الموهبه، فبدات اللي هي تنمي عندي الموهبه. بدات بالرسم، بعد كده النحت، بعد كده بدات بقى بحاجات اكتر، بقى حاجات اعلى، اعاده تدوير الاشياء. طب هايل. يعني انت كنت بتحبي اصلا فكره الحاجات اليدويه؟ الماكيتات، النموذجات اللي هي الصغيره المصغره. تمام. طيب قولي لي بقى، دخلتي في رسم على الفخار ازاي؟ او بدايتك معاه يعني؟ بدايتي معاه كانت من 4 سنين بالظبط. حبيت اللي هو فدايما في اوقات رمضان، في اوقات العيد، الناس بتحب تزين بيوتها، فالناس بتحب تزين بيوتها بشكل مختلف شويه. في ناس بتحب اصلا الفخار، وفي جزء تاني من الناس بيزينوا بيوتهم وقت المواسم. تمام. فبدات ان انا اشوف ايه اللي بيجذب نظر العميل. وبدات من هنا ان انا اصمم الديزاين بتاعي على الفخار. تمام. هنا كده بقى قولي لي كده، تعالي نتكلم على الحاجه ده كده، القله دي كلها بتجيبيها جاهزه بس بترسمي عليها؟ انا بجيب، انا لسه ما وصلتش للمرحله من الابداع اللي انا اعمل الموضوع من اول لاخر، نحت الفخار لسه. ده انا ما وصلتش. تمام. فدلوقتي بجيب القله عادي من اي حد بيبيع فخار عادي جدا، ببدا ان انا اصنفرها، وببدا ان انا بعد ما بصنفرها بنفضها من الباودر بتاعها، وببدا ان انا اشتغل عليها بالخامات بتاعتي. تمام. طب قولي لي، اتعلمتي ده كخطوات يعني فكره الصنفره، وادخل من الصنفره على الرسم عشان الالوان تثبت، عشان لو حد استخدمها حتى لو مش ديكوريشن وحصل وجات عليها ميه الالوان ما تبص، كل الحاجات دي اكيد كانت خطوات عشان توصلي لان الحاجه تثبت عليها اللون او تبقى موجوده؟ اكيد طبعا. قولي لي. هو انا ما اخدتش ولا دورات ولا كورسات، كانت الموهبه دايما انا بنميها واحده واحده معايا. كنت دايما في الجامعه كنت دايما بشترك في المعارض، ودايما يا مركز اول يا مركز ثاني على مستوى الجامعه، فالحمد لله يعني. فبدات ان انا واحده واحده بدات انميها، بشوف افكار من على اليوتيوب، افكار فنانين مبدعين واصلين لمرحله عاليه من الابداع، فبدات ان انا اتفرج على الانتاج بتاعهم وبشوف ايه الغلطات عندي واصلحها. تمام. طب قولي لي كده، انا شايفه القله ليها اشكال كتيره ومختلفه. في عندنا القله ديت، ده فن المانديلا. دي زغرفه، فن المانديلا ده بيبقى زغرفه. اوكي. ديت شجره. دي من وحي خيالي يعني، دي مش مبتكره من حد، دي انا اللي مبتكره. الطبق او قولي، مش مشكله، قولي لنا كده. دوت دوت طاجن. ده كان بتاع ماما وكان مكسور. تمام. فانا اخدته عشان استفيد بيه، فعملت منه اعاده تدوير. هو شكله بقى حلو جدا، ممكن اجيبه؟ لا خلاص، هو واضح. هو انا رسمه يعني. جواه. جواه. رسمه جواه. اوكي. فاستغليت الشرخ. استغليت الشرخ اللي جوه ورسمت منظر جوه. من حيث اللي انا برضو استغل المنظر بس، فاهماني؟ ممكن بقى نحط فيه اي حاجه يعني. ممكن احط فيه، ممكن نحط ورد، اي حاجه بقى، يبقى بس مجرد ديكوريشن يعني كده. ونبقى مهتمين ان هو يبقى كده، ده الشكل بتاعنا. طيب قولي لي، شايفاكي كنت حريصه برضو، احنا بنتكلم على الثلاث اشكال اللي هم تقريبا، دي قصريه زرع صح؟ بالظبط كده، دي قصريه زرع. دي عاملاها حاجه تشجيعيه للاطفال، عشان الاطفال خليكي قولي لنا بتحب اللي هي نساعدهم على الانشطه يعني، ممارسه الانشطه، عمل انشطه. بالظبط كده، وفي نفس الوقت بتدي منظر جمالي حلو في البيت. قلتي لي انت رسمه عليهم رسمه في نظره فيها او حاجه زي كده في الاول كنت هو الاب والام والبنت بيبصوا لبعض. الاب والاب بيبص على الام، والام بتبص على الاب. والبنت اللي هي الصغنونه خالص. تمام. طيب قولي لي، او شايفاكي برده مهتمه بالاشكال الرمضانيه؟
برضو لان ده من اهم الديزاينات اللي بتطلب في مني. رمضان بتبقى بس ديكوريشن في البيت بيتحط كده بالظبط. وفي نوع خامات يعني كل ما بنعلى بالماتيريال نقدر ان احنا نشرب فيها، اللي هي خامات تبقى صحيه نقدر ان احنا نشرب فيها. تمام. طب قولي لي لما حد عميل بياخد منك الحاجه بتطلبي منه ان هو يحافظ عليها بطريقه معينه، بتقولي له طريقه الاستخدام ما يجيش عليها ميه او ما يحصلش كذا، على حسب. ولا انت بتبقي مهتمه برضو انه لو غصب عنه جه مثلا عليها ميه انت متاكده ان الالوان مش هيحصل لها حاجه؟ انا مامنه حته الميه ديت امان جدا لاني عامله لها ماده عازله. تمام. فحته الالوان والميه والكلام دوت دي انا متاكده منها ان هي الالوان مش هتطلع، لان انا عامله لها ماده عازله مغلفه. تمام. بالحاجه خالص. تمام. طيب قولي لي بقى الاشكال ديت بتبتدي ان انت يعني دي رسومات انت رسماها ولا بتبقى طباعات معينه؟ بتبقى ايه الاشكال اللي بيبقى في ساعات رسومات وفي حاجات طباعات على حسب الديزاين اللي بيبقى مطلوب مني. تمام. طيب قولي لي ايه العقبات اللي بتقابلك بقى في شغلك على الفخار؟ سهل الشغل على الفخار ولا في مشاكل شويه؟ هو الشغل بتاعه سهل جدا، او ممكن عشان انا حباه. اوكي. فانا شايفه هو بس ليه عيب واحد اللي هو بيكون تقيل جدا في النقل. فكره النقل دي بالزبط. بتبقى بالنسبه لي بيبقى تقيل جدا، وبنبقى لازم نكون حريصين جدا ان الفخار ما يكسرش مننا لو وقعنا او كده. نحرص عليه عشان برده من اقل خبطه ممكن يتكسر. يتكسر. تمام. طيب قولي لي مع الفخار والرسم على الفخار بتعملي حاجة تانية؟ بعمل حاجات يدوية كتيرة. بعمل إعادة تدوير الأشياء. بعمل ماكيتات. يعني مثلا نموذج مصغر مثلا من أي مكان أقدر أعمل لك نموذج مصغر لي ماكيت للمكان اللي احنا فيه مثلا. طيب قولي لي انت اصلا يعني دراستك ليها علاقه بالهوايه ولا الهوايه بعيده عن الدراسه؟ هو انا دراستي انا معالج نفسي. اوكي. دراستي فيها جزء جميل قوي. فيها جزء اللي انا اقدر اللي انا اعالج العلاج بالفن. ما ده بقى اللي انا عايزه اقوله لك. في فعلا يعني سمعنا عن ده مؤخرا ان في ان انت ممكن تكوني بنرسم بس لو حد عنده مشاكل نفسيه ممكن نطلعها في شكل او في صوره رسمه. بالظبط كده. طب قولي لي ده بيبقى سهل وفعلا بيحول الحاله النفسيه من حاله لحاله اخرى؟ بالظبط كده. وبيساعدها جدا في التحسين. والله بتتحسن لو مثلا لو نسبه شفائها صعبه لا بتعدي مرحله كبيره جدا في الاستشفاء. طب قولي لي لما حد بيكون عنده تعب او يعني عنده مشكله نفسيه ازاي بيكون الرسم؟ يعني بنخرج من الحاله دي للرسم ازاي؟ تمام. يعني اولا احنا عندنا مهاره الفن هي ليها كذا حاجه، يعني العلاج بالفن ليه كذا حاجه. مش العلاج بالرسم بس او لا، الفنون متنوعه جدا معانا، فمنهم العلاج بالفن الرسم. في رسم، في فنون رياضيه، في كذا حاجه، في موسيقى، في تمثيل. تمام. في كذا حاجه بالطبع بيقدروا ان هم يخرجوا من ده. طب بس لازم تكوني مشخصه علشان تقدري تحددي ايه نوع الفن اللي هيخرج الطاقه دي او اللي هيعالج الحته دي. اكيد بالظبط. لازم دي بترجع من التراب للتاني، التراب للاضطرابات النفسيه بترجع من الاضطراب للتاني. فكل واحد على حسب ما بيمر بالصدمة اللي بيعيش فيها أو بيمر فيها، فده اللي بيرجع اللي أنا بحدد له يعمل إيه بالظبط. تمام. ومرت معاكي حالات وصلتي فيها إن العلاج بالرسم أو كده ده كان موضوع صح؟ ومش شرط اللي هو يكون بيعرف يرسم. مش شرط. ما أنا لسه كنت أقولك خالص. الرسم ده ممكن تكون يعني حتى لو هو مش موهبة أو حاجة هواية عند الواحد ممكن إن هو يكتسبها أو يتعلمها. بالظبط. وكمان ممكن بحاجات بسيطة جدا هي هتدي طاقة إيجابية وفي نفس الوقت هتسحب منه الطاقة السلبية. تمام. منا احنا بنتمنى لك كل التوفيق ودايما ان شاء الله تكوني متألقة وتسلم ايديكي على الحاجات الجميلة دي وكنتي منورانا. بنورك جدا. بكده مشاهدينا كنا وصلنا معاكم لنهاية فقرتنا، لكن لسه حلقتنا ما خلصتش، هنخرج لفاصل ونرجع لنجلاء. خليكم معانا. مرة تانية بنرجع لحضراتكم مشاهدينا، ولكن المرة دي علشان نقول يا رب فقراتنا تكون نالت إعجاب حضراتكم واستفدنا من كل المعلومات اللي كانت موجودة فيها، سواء كانت الفقرات اللي قدمتها لحضراتكم أو الفقرات اللي قدمتها رباب. احنا بنشكرك جدا نجلاء على فكرة علشان كانت معاكي فقرة مهمة قوي وعجبتنا كلنا، وهي فقرة طبعا الطاقة السلبية، لأن دي يعني كله بيعاني منها. إن الإنسان يشعر براحة نفسية وإنه يتخلص من أي حاجة مضايقاه ده شيء مهم جدا بينعكس حتى على
سلوكه، بينعكس على أدائه، بينعكس على صحته. دي أهم حاجة بالنسبة لأي حد. يا رب يكون كل مشاهدينا كمان قدروا إن هم يعني يكون ليهم طريقة أو أسلوب معين للتخلص من أي شيء ممكن يكون مضايقهم. وكمان كان معاكي فقرة أهم، الحفاظ على البشرة. أنا فصل الصيف كلنا بشرتنا بتتعرض. المهم بقى النهاردة إن احنا عرفنا عن طريق العدس. أيوة العدس إزاي إننا نستفيد منه كقيمة غذائية طبعا مهمة جدا، وكمان كحماية للبشرة من التصبغات ومن الهالات اللي ممكن تكون موجودة فيها خصوصا مع فصل الصيف. أكيد طبعا. وطبعا يعني وفقراتك أنت الجميلة اللي يعني شايفين فيها الرسم الجميل والفخار والحفاظ على التراث والهوية. يعني احنا لينا حاجات كتير قوي بتميزنا، والفنون بتاعتنا فنون مختلفة في أشكالها وفي الطرز الخاصة بيها، فأعتقد ده شيء مهم جدا. ده فعلا استمتعنا بيه معاك يا ربا. واحنا كمان انبسطنا جدا النهاردة، وفقراتك فعلا كانت من فقرات المهمة جدا لحياتنا. اعتقد ان حلقتنا كده خلصت. بكرة بقى ان شاء الله نلتقي مع فريق عمل جديد وزينة بتعمل بيوت.